أوضح مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن من المتوقع أن يكون العيد يوم السبت 22 أفريل. وتابع: رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداءً من ليبيا. إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف، وظروف جوية استثنائية. وبالتالي الأصل بإعتماد رؤية الهلال، شرطا لبدأ الشهر، فعيد الفطر، سوف يكون يوم السبت 22 أفريل.